السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاتك في كل مكان، دمتم يا رب بخير وسلام. أهلا بيكم على قناتكم قناة مستر طاهر، ويمكن رابع أو خامس أو سادس جهاز على التوالي في الفئة الاقتصادية البوكو سي 65. والله فاهم أنا بفكر أغير اسم القناة لقناة طاهر الخزعبلية لمراجعة الأجهزة الاقتصادية، لأن الشهر الأخير بوكو 65 يمكن رابع أو خامس جهاز على القناة في الفئة الاقتصادية. الحقيقة الفئة دي مناسبة جدا للأوضاع الاقتصادية دلوقتي، خلاص ما بقاش بقى في دلوقتي إن أنت تحرق في موبايل 20-25-30 ألف. بس برضو خلينا اقول لك ان في مراجعه فلاج شيب قوي جدا جاي على القناه ان شاء الله، فعل زر الجرس وشارك في القناه بعد لايك كلمتين. يلا بينا. لو رحنا لتصميم الموبايل هنلاحظ عندنا ظهر ملفت جدا، يلفت النظر جدا، اول ما تشوفه كده انت هتعرف ان ده بوكو سي 65، ويمكن هتلخبط بينه وبين موبايل تاني يمكن اعلى منه في السعر شويتين ثلاثه، وهو الريدمي نوت 13 برو. انا اول ما شفته حسيته ان هو الريدمي نوت 13 برو، وده معناه ان بوكو ما استرخصتش في التصميم. تصميم بلاستيك من الكامل، هتلاقي حوافك بوكسي ماسكه حاده متمكنه، بصمه في زر الباور سريعه رهيبه جدا ما عنديش عليها اي تعليق. فوق هتلاقي منفذ 3.5 ملم خاص بسماعات الاذن، لان الفئه دي زي ما انتم عارفين الناس بتحب سماعات السلك وبتقول انها موفره اكتر من سماعات البلوتوث. هتلاقي تحت عندك في هذه الفئه منفذ سي مع سبيكر مونو مع مايك اساسي، وللاسف ما فيش مايك عزل ضوضاء. هتلاقي عندك سيت اب كاميرات مميز جدا، الكاميرات كبيره هنا يعني الحلقات كبيره وبروزها مش قوي، بوكس الكاميرات جلاسي لامع كده، وفي كلمه بوكو بشياكه مع ال 50 ميجا بكسل، والجزء اللي تحت مصنفر ما بيلمش تبصيم خالص. زي ما انتم عارفين انا بميل للبساطه في التصميم، ولكن هنا برضه انا مش هقدر. هو بص البلاستيك مع الشهوه، ده موبايل اقتصادي، موبايل جايب لون اسود شيك مميز وفي لون تاني بلو، الحقيقه الاثنين اشيك من بعض. خلينا نروح على الشاشه الكبيره اللي بتيجي بحجم 6.74 بوصه من نوع اي بي اس. شاشه هنا 90 هرتز، ودي حاجه مميزه ابتدينا نشوفها الفتره الاخيره في الفئه الاقتصاديه، ولكنها بتظل اتش دي بلس بس. في الفئه السعريه دي فول اتش دي بلس، فبالتالي هاخد دي عيب على الشاشه. الحواف هنا ما كانتش اصغر حاجه، لكن في تطور كبير جدا عن اصدارات السنه اللي فاتت من بوكو. الشاشه هنا حجمها كبير كبير جدا، كمان للناس بتحب المشاهده او الالعاب على الموبايل هتنبسط جدا من الشاشه دي، وخاصه كمان السطوع اللي بيجي 600 نتس في الفئه دي، سطوع ممتاز جدا تحت اشعه الشمس الى حد ما هتبقى شايف كويس. طبعا الالوان والحده والكونتراست في الفئه السعريه دي لحد ما نقدر نقول مقبوله. وخلينا اقول لك ان الشاشه هنا انا رشحها في الفئه دي بعيدا عن براندات انا ما اقدرش اقول اسمها كنوع من انواع الترشيح حتى. ولما نروح على الاداء هنلاقي اول حاجه المعالج اللي بيجي هنا من ميديا تك، وهيليو جي 85، بيجي بدقه تصنيع 12 نانومتر. انا كطاهر برضى عنه جدا في الفئه دي، هو السناب دراجون 680، والفرق بينهم لا قد يكون يذكر. فخلينا واقعيين، انت واخد معالج جيمنج في فئه ال 6000 جنيه، دي حاجه قويه جدا وتحترم. الموبايل بيطلع من العلبه ميو اي 14 مبنيه على اندرويد 13. الحقيقه شاومي اتطورت جدا من اول ميو اي 14 وانت طالع. خلينا نخلص من الارقام كلها مره واحده واقول لك نتيجه الاداء كانت عامله ازاي. الموبايل بيجي بنسختين 6128 جيجا، ودي اللي بتكون بسعر من 6 ل 6.5. النسخه الثانيه بتكون 8256 جيجا، ودي اللي بيتراوح سعرها من 7 ل 7.5. لما اذكر لك الرام والمساحه ما ينفعش اعدي النقطه دي من غير ما اقول لك ان شاومي منزل لك درج شرايح ثلاثي، يعني تحط شريحتين وكارت ميموري في درج منفصل عن الشريحتين، بالاضافه كمان لخاصيه الميموري اكستنشن، ودي اللي بتقدر تزود بيها الستة او الثمانية رام اللي معاك 6 جيجا كمان من الروم. انا النسخه اللي معايا 828 تقدر تزود بيها 6 تاني، فتاخد مجموع رامات 14 جيجا رام. ده بيديك اداء سلس جدا، يعني انا صراحه بلاحظ فرق بعد ما بفعل الميموري اكستنشن ان الاداء ابتدى يبقى سلس بزياده مع ال 90 هرتز. طبعا انت بتاخد اداء خفيف محترم، وبالتالي احتفاظ بالتطبيقات مثالي. في البوكو سي 65 لو نزلت على السموث جرافيك ورحت للهاي فريم ريت هتاخد 35-40 فريم مستقرين جدا، والجيم هيبقى سلس معاك وهتحب اللعب على الموبايل ما عنديش اي مشكله معاه. وحط في اعتبارك حاجه ان الهيليو جي 85 ده بينزل في موبايلات لحد اعلى من كده 3000 جنيه كمان. لو رحنا على الكاميرات في الموبايل استغربت جدا وحبيت ان هو بيجي بكاميرا ثلاثيه. الكاميرا الاساسيه بتيجي 50 ميجا بكسل، الكاميرا الثانيه بتيجي 2 ميجا بكسل للتصوير الماكرو، الكاميرا الثالثه بتيجي للديبث او العزل. الكاميرا الخلفيه في اضاءه النهار ادتني صور يعتمد عليها، هتاخد نتيجه هتكون راضي عنها، خاصه التفاصيل الحلوه والكونتراست التمام والديناميك رينج المظبوط. معالجه سوفت وير بوكو للصور الحقيقه معالجه مرضيه حلوه، مش هتحس ابدا دي كاميرات موبايل اقتصادي بالنهار. بالليل اهم حاجه عندي تكون الصور منوره وفيها شويه تفاصيل لله في الفئه الاقتصاديه دي، الدنيا هنا تمام ما عنديش اي مشكله فيها. الموبايل بيصور فيديو بدقه 1080 بي لحد 30 اطار في الثانيه، ومفيش اي نوع من انواع التثبيت لا بصري ولا الكتروني. كاميرا السيلفي بتيجي 8 ميجا بكسل زيها زي اي كاميرا موبايل اقتصادي. الصبح يعتمد عليها كويس جدا وهتاخد بيها صور حلوه هتكون راضي عنها تماما بالنسبه للفئه السعريه اللي نازل فيها التليفون.
بالليل الكاميرا بتحاول تطلع لك تفاصيل وبتحاول تطلع لك صورة حلوة في وضع النايت مود ومعالجة سوفت وير، لكنها برضو مش افضل حاجة. شوف خليني اقول لك حاجة مهمة جدا، الموبايل ده بيجي زي ما قلت لك بمعالج 12 نانومتر، فبالتالي الاحتفاظ بالطاقة مش افضل حاجة. لكن البطارية 5000 ملي امبير اللي هنا الحقيقة قالت لي عكس كده، البطارية دي تقدر تقول عليها ملكة الصمود برغم معالج 12 نانومتر زي ما قلت لك، الا انها كملت معايا اليوم مستريح جدا جدا جدا. فهنا البطارية دي من اقوى مميزات الموبايل الحقيقة انبهرتني. تعال نروح على الشحن، البطارية كمان بتدعم الشحن سريع 18 واط، الناس اللي عندها شحن سريع في البيت تستخدمه. الشاحن اللي بيجي في العلبة 10 واط بس، الموبايل ممكن يشحن معاك في اكتر من ساعتين ونص. حبيت الحقيقة الكماليات الموجودة في الموبايل، على سبيل المثال بيدعم الـ NFC الـ 3.5 مليمتر، منفذ الشحن اللي هنا جاي سي وبيدعم الـ OTG، كل دي حاجات حلوة. مستشعر تكهرب في البوكو C65 سوفت وير، ولكن شغال كويس جدا في المكالمات وما فيش اخطاء تذكر. انا ما حبيتش الحقيقة غياب الجيروسكوب سنسور، لان ده معالج المفروض موجه للجيمرز، فبالتالي انت المفروض تحط المستشعر ده عشان يدي تجربة جيمز ايه لحد ما ها. بس كده دي كانت كل حاجة عن البوكو C65. ما تحرمنيش من رأيك الجميل في كومنت، وقولي رأيك في المراجعة، وقولي هتشتريه ولا انت شايف ان في حاجة افضل من كده في الفئة السعرية دي. لايك وكلمتين اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، حاجات مهمة جدا تساعد على انتشار المحتوى، ما تنساش تدعمني بيها. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، وعلى لقاء بإذن الله تعالى في فيديوهات كتير. سلام.